بيكم لايف جديد. حابة اتكلم فيه عن بص جميل كده انتشر، وانا عايزه اللايف ده بقى صراحه البنات كلها تسمعه، وعايزه بقى الشباب اللي بيجي يسالنا دكتوره انا عايز عروسه انا عايز عروسه، ماشي انا نشوف لك عروسه. شوف بقى تختار العروسه اللي انا هتكلم عنها النهارده. انا دايما بحب يعني نتكلم في موضوع الاختيار وموضوع الاختيار الازواج، ماشي، والزوجات مش حاجه ثانيه، عشان بقى الاسم ده عامل لنا اساس دلوقتي. بنحب نتكلم على موضوع المقبلات على الزواج والمقبلين والشباب واللي بيطلب الكلام ده كل شويه، لان ما يجد حاجه صراحه الواحد يعني بيفرح بيحاول يقول مثلا لا احنا هنتكلم في النقطه دي ونوضحها للشباب والبنات. بصوا يا بنات، جالي بوست جميل جدا كده وجايبينهم لي سكرينات حلوه جدا عن شاب تزوج حديثا، وزواجه دوت كان بيقول انا تزوجت واحده، طبعا انا انسان عادي بصلي وبصوم بعمل الحاجات العاديه، يعني ماليش في الدين وتعمق الدين قوي، ولكن قلت انا عايز واحده صالحه كويسه برضو بتصلي ودكتوره زيي وهكذا. فبيقول يعني بعد الزواج بثلاث ايام اربع ايام لقيت ان كل لما ادخل بالليل الاقي زوجتي بتصلي 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 بتصلي، والله ايه ده، تقولي ده القيام. فكنت فاكر الاول ان هي بتصلي ده العشاء يعني، فلقيتها لا ده دي بتصلي القيام وركعتين في ركعتين. قلت لها ده انا ما بصليش القيام ده الا في رمضان. فقالت له طيب تمام خليك وهي تصلي وتقوم بقى تشوف له حاجته تشوف له حاله هتخلص اللي وراها وهكذا. هي كده كده طبعا اكيد اللي بتبقى مظبطه حالها مع القيام دي بتبقى مخلصه الدنيا يعني. المهم بيقول حبه بحبه بقيت اصلي وراها اصلي معاها يعني اصلي ركعتين انا كمان، وبعدين شويه بشويه ما بقاش يعدي يوم وما ينفعش انام من غير ما يبقى ركعتين القيام او الاربع ركعات بتوع القيام انا بصليهم. بقول حياتنا اختلفت تماما وانا حياتي اختلفت تماما والبركه في بيتي، لدرجه ان انا لما بخش المكان اللي هي بتصلي فيه بحس ان المكان ده كله ملايكة وكله سكينة وكله مودة وكله حاجة، يعني حاسس بصفاء روح يعني. ده امر طبيعي. بيقول انا يعني بكتب الكلام ده علشان الشباب يعرف خدها يا ابني من اللي بتصلي قيام الليل. يعني انا عايز اقول لكم يعني السيدة حفصة لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل عليه وقال له ردها انها الصوامة القوامة. فكون لما يبقى الواحد له حال مع الله في القيام وفي الصلاة وله حال مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادات، الله سبحانه وتعالى بينجي ويدافع عنه ويسددها ويرشدها لا وغير كده كمان، عارفين لما بيبقى بيقولك ايه، في واحد مسدد في القول، في كمان ناس مسددة في الفعل. فانا صراحة يعني حبيت اقول القصة دي علشان لما يجي شباب بيقولوا شوف لنا عروسة يا دكتور، مفيش بنات صالحات، مفيش، عايزين اي كلام، دول احنا عايزين اللي تبع حضرتك. طيب تمام، انا بقول لك اهو حط صفة صاحبة قيام الليل، والله هتكسبه هتكسبه كتير 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 وحياتكم هتختلف. القيام بيميز صاحبه، انا مهما اتكلم على القيام انا بزهقش الصراحة، لان الواحد بيشوف اثر ده، والله اقسم بالله حتى لو انت عايز تعصي اصلا، يعني لو انت في دماغك تاني يوم بالنار، انت مصلي قيام بالليل وعايز تاني يوم بالنار تعصي، ابدا جوارحك تأبى عليك ان هي تعصي، ابدا ما ترضاش. يعني صاحب قيام الليل مسدد، صاحب قيام الليل عنده نور في القلب والوجه وعنده بصيرة، بيفهم الناس ويفهم يقرا الشخصية. تقول لك احنا عندنا واخدين دورة في قراءة لا حبيبي، انا بقولكش خد دورة ولا اتنين صلي ركعتين القيام هتعرف معادن الناس وقلبك هيجيبك ده كويس اتعامل معاه، لا ده مش كويس اتعامل معاه. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل شباب المسلمين، اللهم امين، بالصوامة القوامة صاحبة الحال مع الله عز وجل. خدها يا ابني بتطيع ربنا وخدها الصالحة، وانت كمان عشان خاطري ابص راسك يا بنتي ابص احب على ايديكي وابص راسك، لعشان البنات عاطفيين جدا، البنت بتبقى عاطفية وتبص تلاقيها ماشية ورا مشاعرها ومفيش اي حاجة تاني، لا خدي صاحب الحال مع الله سبحانه وتعالى. الدين بتاعه جيد، صلاته وقرآنه واخلاقه معاملاته مع الناس، يعني ده المعيار صراحة.
لكن بقيت بقى الامور بتيجي، يعني بتيجي. ما هو اكيد اللي موفق ومسدد ده ان شاء الله ربنا يسدده في الحياه ويبقى عنده طموح وماشي شغال، يكفيكي هم الدنيا يعني. فمن فضلكم طب نعمل ماشي. مين اللي بيقول نرمين اعمل لهم مشروع جوازه؟ نرمين حاضر. والله لسه كنت بفكر في الموضوع ده، بس عشان الموضوع ده فيه يعني خزعبلات كتيره والواحد مش عايز يدخل نفسه في الامور دي، لكن انا بفكر جديا ان انا اعمل فعلا مشروع زواج. ايه رايك؟ فلتبقى فكره نرمين حطتها في دماغنا، احنا ممكن نعمل. خلينا افكر معاكم كده بصوت عالي ممكن يبقى ازاي. هل هو مثلا يبقى ابلكيشن؟ بس طبعا خلينا نشوف الدنيا دي ممكن تتبلور ازاي، بحيث الشباب اللي عندنا دول الناس اللي موجودين هنا يا دكتوره وخوتنا عايزين بنات، عايزين الصالحه صاحبه قيام الليل محجبه بتاعت ربنا اللي لها مرجعيه الله سبحانه وتعالى، احنا عايزين دول، صح ولا لا؟ ماشي يا نرمين، اديني اعتمدت الفكره بتاعتك اهو. هبه انا بحبك يا دكتور، وانا كمان والله احبكم الله، ربنا يا رب يجمعنا على الخير دايما. نبيله جزاك الله خيرا. ام اسامه شكرا ليكم كلكم. مش عارفه اقرا بقى انتوا، يعني عيشوا حياتكم. خليني تاني ناكد على معنى، خدها الصوامه القوامه يا ابني، مش هتخسر حياتك، هتبقى كلها بركه. البنات عشان خاطري ما تمشيش ورا عاطفتك وتروحي تختاري على اي معايير تانية، خدي صاحب الخلق والدين والمعاملات، شايفة معاملاته عاملة ازاي، عشان ما ترجعيش امي جاية حايدة على الدنيا وتقول الحقوني. لا مفيش بقى. ياسمين الجوهري بتقول، ياسمين فين؟ الحمد لله رب العالمين، صايمة ومصلية. ولكن للأسف كان اختياري، ليه كان اختياري خاطئ، ولا عارفة اخلي زوجي يصلي من 20 سنة. ليه يا ياسمين؟ طب احنا هندعي له يا جماعه، الناس اللي على اللايف كلها تدعي زوج ياسمين، ربنا يا رب يرده الى الله والى الصلاه. الا الصلاه يا جماعه، الا الصلاه، والله لا توفق ولا تسدد ولا حاجه تقضى الا الصلاه، الا الصلاه، الصلاه اهم حاجه. بص تلاقي كده الامور جايه لحد عندك. ليه اصلا؟ انتوا عارفين، اقول لكم على معنى جميل، اقول لكم على معنى حلو في موضوع الصلاه ده. موضوع الصلاه العباده الوحيده اللي تحدد وقتها، لا وكمان ماشي الصيام والحج كلهم بمواقيت، ما كله بمواقيت، لكن الصلاه قال لك قوم دلوقتي وخمس مرات في اليوم، فده الميعاد مش انت اللي بتختاره. يعني مثلا عايز ادعي هروح، انا عايز مثلا اصوم صيام نفل مثلا، انت بتختار اثنين وخميس وممكن تصوم بعد كده، لكن الصلاه الحاجه الوحيده هو اللي ربنا اللي نادى عليك فيها. تخيل ان ربنا هو اللي بينادي تعالى وبيقول لك قابلني وتعالى، وانت ولا بالله. طبعا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلنا من اهل الصلاه احنا وعيالنا، قولوا امين، وجعلنا من مقيم الصلاه، اللهم امين، احنا وذريتنا يا رب. عايزه عروسه ولا مين عايز عروسه؟ عايزه عروسه لاخويا يا نوران، والله كلنا كلنا عايزين عرايس. احنا عايزين البنات اللي لها سمت، والله هو موجودين كتير، بس يعني ايه اللي يدورش كويس يلاقي. هعمل لكم فكره المشروع التزويج ده، ونشوف معايير والكلام ده ونحاول، ويلا ده الله سبحانه وتعالى يا رب، بس خلونا نفكر فيه عشان يطلع بصوره صحيحه يعني. اللهم امين. كله بيدعي زوج ياسمين اهو، بنحبك يا استاذه، شكرا ليكي يا نورهان. شكرا ليك، وده اللي كنت عايزه اقوله. يلا ما تنسناش من الدعوات، والقاكم بقى بعد يعني اقل من الساعه كام؟ 8 دلوقتي عندنا، يعني 7 في مصر، يعني ساعة بالظبط كمان ان شاء الله، والقاكم ساعة تقريبا. انا في طريقي للقناة بس المناظر احنا ان شاء الله، بفرح بالنهار جدا عشان المناظر دي. خلينا ان شاء الله القاكم بعد ساعة من الان على اذاعة قناة التناصح وصفحة في رحابها. الاسئلة والتعليق على اللايف بنجاوب عليه، يعني خش على اللايف بتاع الصفحة بتاع في رحابها وهلا سمير، واكتبوا التعليقات، احنا بنرد على التعليقات في ساعتها. معانا منى، استاذه منى الجميله المذيعه بتاعتنا الاموره، ده الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمها وتبقى حلقه مباركه. النهارده هنتكلم عن تدخلات الاهل بعيد عنكم، تدخلات الاهل والناس الخارجيه، مش شرط الاهل، الصحاب اما يزنوا على 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 ودان الزوج بقى، عارفين بيزنوا عليه علشان ما اعرفش يعمل ايه صراحه، يعني عشان يخرب بيته مثلا، ولا عشان يروح يضرب مراته، ولا ايه يعني. هنتكلم عن تدخلات الاهل، وهنتكلم مش بس تدخلات الاهل والاقارب، لا كمان ممكن الدايره الثانيه الخارجيه. المهم في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا، تابعوا الحلقه وهنتظر اتصالاتكم، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.